الفارس عبد الكبير والدار فاز بحلبة لاهيبيكا بتطوان بجائزة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن في إطار منافسات المرحلة الأولى من الدورة 11 للدوري الملكي المغربي الدولي للقفز على الحواجز في الرياضة الفروسية. ممتطيا الفرس إسطنبول أويفارشوف، جاء تتويج الفارس عبد الكبير والدار ضمن هذه المرحلة التي نظمها الحرس الملكي على مدى 4 أيام بعد خوض مباراة أنهاها بدون خطأ. كان نشكر الملك ديالي اللي هو كيصر على هاد الرياضة ديالي، والله يخلي لجميع المغاربة ديالنا. وكان هادي الفوز للمغاربة كاملين، وتنهدي لجميع الرياضيين ديال الفروسية اللي كيبغيو الخيل. والحمد لله ربي ما حشمناش، كانوا بزاف ديال اللعابه اللي هما معروفين على الصعيد العالمي بحال سيمون دولاس بحال لوسيانا دونيس وهذا الشيء كله. دونك المغاربه ديالنا كانوا ركبوا مزيان، ولكن ما ساعدهمش الحظ، وهذه هي الرياضه. اليوم تربح غدا تخسر، والحمد لله انا فرحان بزاف اللي هديت هذا الفوز للمغاربه ديالنا. المركز الثاني عاد في هذه التظاهرة الرياضية الكبرى للفارس السويسري نيكلاوس شورتنبرغر ممتطيا الفرس كينكاسي، فيما كان المركز الثالث من نصيب الفرنسي سيمون دوليستر رفقة الفرس أميلو سينا إير 51، وحلت الفارسة البرازيلية لوسيانا دينيز ممتطية فيرتيغو دو ديزير في المرتبة الرابعة. يليها في المرتبة الخامسة الفارس الألماني ريني ديتمير على صهوة لويجي فان دينيت. وفي ختام هذه المنافسات سلم رئيس الجامعة الملكية المغربية للفروسية الجوائز والميداليات للفائزين في مختلف الفئات.